في أول أخبارنا، ثمن العقيد أحمد سعيد البادي مدير إدارة الشؤون المالية في الإدارة العامة للمالية والخدمات جهود المكرمين الذين قدموا اقتراحات ساهمت في تطوير العمل وتبسيط الإجراءات والإرشادات بارتفاع عدد المقترحات المقدمة، ما يسهم في رفع نسبة رضا العملاء. جاء ذلك خلال تكريم الإدارة العامة للمالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي عدد من الضباط وصف الضباط والمدنيين المتميزين الفائزين بالمقترحات المتميزة التي طبقت خلال العام الماضي وفريق التقييم في حفل أقيم مؤخرا بمقر القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. جمعت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين أعمال فئة ذو التوحد من الصور الفوتوغرافية في معرض نظمته لهذه الغاية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، معرضا لصور أطفال الجمعية تحت شعار قصتنا بمناسبة اليوم العالمي للتوحد. ويشكل المعرض دعوة لأفراد المجتمع لفهم حالة ذوي التوحد وبذل المجيد من الجهود والمساهمة في دمج وتمكين هذه الفئة، ويوجه رسالة توعوية للمجتمع ويقدم معلومات وحقائق عن التوحد بصورة عامة، فيما تضمنت فعاليات المعرض فترة تلوين المكعبات التي يمثل تلوينها دعم الزوار وأفراد المجتمع في تلوين حياة الأفراد من ذوي التوحد ومساندتهم. أشاد سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر القائم بين القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز منظومة الأمن بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول ذلك العام. كون الأمن يعد إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة والنهضة الشاملة، وجاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة 18 للطلبة الجامعيين من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الذي شهده سعادته وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم وضباط شرطة دبي وأولياء أمور الخريجين. أطلق قسم الأسلحة والمتفجرات بشرطة رأس الخيمة دورة تحقق ما بعد الانفجار بحضور العقيد علي سلطان الزعابي رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات بشرطة رأس الخيمة والخبير إلين دايفز والخبير كيم سيمسيون خبراء التحقق ما بعد الانفجار بشرطة أبوظبي وعددا من الضباط والأفراد، حيث أوضح العقيد الزعابي بأنه التحق بهذه الدورة التدريبية التخصصية والفنية والتي ستستمر لمدة أسبوعين متتابعين، 22 منتسبا شرطيا من مختلف قيادات الدولة يتلقون خلالها العديد من المحاضرات والتدريبات الفنية والقانونية والأمنية في هذا المجال، إضافة إلى أهم الاشتراطات الخاصة بكيفية التعامل مع مسرح الانفجار، فضلا عن تدريبهم على كيفية إدارة التحقق بعد الانفجار. مشاهدينا، لأجلك خليفة نقرأ هو محور حديثنا بعد قليل، انتظرونا.